العمارة هي مركز محافظة ميسان، والتي أقيمت على أرضها مملكة ميشان العربية القديمة، وتشير الدلائل إلى قيامها في جنوب العراق في القرن الثاني قبل الميلاد، وذلك بعد تفكك إمبراطورية الإسكندر المقدوني، وقد فتحت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب على يد الصحابي القائد عتبة بن غزوان. عندما نذكر مدينة العمارة لابد أن نذكر مملكة ميشان اللي كانت تعتبر مملكة مستقلة في العصر الفرثي، وازدهرت هذه المملكة بشكل كبير لأنها تمر بها القوافل خاصة الزوارق النهرية، وتمر بها القوافل البرية اللي آتية من إيران باتجاه الخليج العربي، فكان موقعها جدا مهم في الطرق التجارية. ومملكة ميشان ليس فقط هي التقاط طرق التجارة، بل أيضا هي الزراعة وحرفيات، بدليل أننا لما نتكلم عن المدينة بشكل عام نقول أنها كانت مستقلة استقلالا ذاتيا بشكل كبير، وعندنا كثير من الحوادث تثبت بأن هذه المدينة أنجبت ليس الشخصيات العادية إنما مؤرخين مثل أزيدور الكرخي نسبة إلى نهر الكرخة اللي هو جزء من منطقة ميشان. وأزيدور الكرخي كتب لنا كتاب اسمه المحطات الفرثية على طول نهر الفرات.